بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى وصحبه. غادي نبدا بالآباء والأمهات، نحييهم من الأولين. تحية لجميع الآباء والأمهات اللي عرف بأن اليوم فرحانين لأن شافوا بناتهم وولادهم كملوا هذا التكوين اللي شفتوا الأهمية ديالو. بطبيعة الحال نحييو الطلبة والطالبات حتى هما، هنيئا على النجاح، هنيئا على هذا المسار الدراسي ديال التكوين، ونتمنى لكم كل التوفيق في المسار ديالكم المهني وفي المسار ديالكم الأسري وفي المسار ديالكم الشخصي وفي الحياة ديالكم المستقبلية إن شاء الله. وأيضا تحية للسيد المدير والسادة الأساتذة كلهم والأطور ديال المعهد الذي المعهد العالي للصحافة والإعلام، اللي بالمناسبة عندي معاه بعض الذكريات. حضرت فيه و ساهمت في تأطير بعض الأنشطة ذات الطابع العلمي، ماشي الصحافة، ماشي الصحفية، ولكن ذات الطابع العلمي. وبطبيعة الحال الصحافة راه خصنا نعرفوا مفتوحة على جميع العلوم، الصحافة مفتوحة على جميع العلوم، مفتوحة على مختلف الفنون وعلى واجهات الحياة كلها. فلذلك كان عندنا هاد منذ وربما 96 97 98 ما عقلتش بالضبط، لكن في هذه الفترة كنا. فلذلك أنا لما دعيت لحقيقة قال شرف ليهم، في الحقيقة شرف لي، باش أحضر تخرج ديال هاد الشباب في هذه الذكرى الفضية للمعهد. وكنهني المعهد وكنعني المدير السيد المدير وكنعني جميع الناس اللي شرفوا على التكوين وعلى الإدارة وواكبوا المعهد هاد 25 سنة. كما أن الصحافة مهنة المتاعب، وهي حتى هي صعيبة، حتى هي فيها الصعوبات ديالها، كل مهنة عندها صعوبتها، ولكن كذلك إنشاء معهد للصحافة في القطاع الخاص حتى هو راه ماشي سهل، تا هو واحد مغامرة، تا هو يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى استشراف مستقبلي، يحتاج إلى مهنية، يحتاج إلى قدرة على الجمع بين عدد من الإشكالات والتحديات لكي يتعرض لها أي عمل مثل هذا في القطاع الخاص. فلذلك كنحيي السيد مدير المؤسسين ديال المعهد والناس اللي أطروا فيه، لأن صبروا حتى وصلوا 25 سنة. دابا الحمد لله المعهد أصبح مستويا على سوقه، أصبح إلا بغينا نقوله صامدا لكل الأعاصير أو المشاكل التي يمكن أن يتعرض لها. لي أيضا ذكريات ذكروني بها الإخوان، وخصوصا أنا كنشكر الأستاذ الحسن السيبي على 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 تذكيري ببعض الذكريات، وخصوصا تذكير بالمرحوم محمد الحبيب الفرقاني الله يرحمه، اللي كان عندي علاقة خاصة به. أنا لا أؤمن بهاد الفوارق بين اليسار واليمين وإسلامي وغير إسلامي إلى آخره، هذه أمور تفرضها الجذور الفكرية لكل واحد. ولكن ماشي أنا لا أؤمن بأن نصنع أسوارا فيما بيننا، بل يجب أن نهدم هذه الأسوار. وعندي تقدير خاص دائما السي العسيبي، ولكن ايضا السي محمد الفرقاني بحكم علاقه خاصه. وبالمناسبه من بين الحوارات الصحفيه التي اجريتها حوار مع الاستاذ محمد الحبيب الفرقاني سنه 1996 ونشرته في مجله الفرقان. انا ذاك كنت سعيدا بهذاك الحوار، لا اسمح لي، هذيك السفر ديال تونس اللي جريت مع الحوار سنه 1990 سنة 1990 جيت مع الحوار، هو منشور موجود. وكانت عندي معاه واحد العلاقة خاصة، وفي السنوات الأخيرة من عمره كنت كنزورو باستفاضة في بيته، الله يرحمه، كان رجل كبير، رجل عظيم، رجل ذو عقل،
ذو عقل كبير فعلا ومنفتح وربط الجسور كما قال سيمستور لحوا صاحبي حتى هو راه كنشكره هو صديق. يعني جماعتنا لحظات فعلا شيقة، لحظات جميعا لحظات ممتعة من النضال، ماشي شي حاجة أخرى. ما كان ما مشاركين لا شركات، ما مشاركين لا فلوس، ولكن مشاركين قيم، مشاركين مبادئ، مشاركين نضال على قضايا مشتركة. يمكن شي أمور مختلفين عليها كما كيقول السيمستور عاودة ثلاثة المرات، ولكن هناك أمور كثيرة اتفقنا عليها. اتفقنا في الدفاع عن إتمام المسلسل الديمقراطي والانتقال الديمقراطي في بلادنا، اتفقنا على الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المواطن، اتفقنا على الدفاع على القضايا الوطنية الكبرى واجتمعنا عليها، اتفقنا على موقفنا من القضية الفلسطينية وكنا مجموعين عليها وناضلنا مجتمعين، واتفقنا على أمور كثيرة الحمد لله وخدمنا فيها مجتمعين، وهذا مصدر سعادة وفخر. فنحن مواطن بلد واحد، كلنا مغاربة، والأمور اللي كتجمعنا أكبر كثير مما تفرقنا، وليس عيبا أن تكون عندنا بعض الاختلاف في أفكار، بل كل واحد يمكن تكون عنده أفكار خاصة، مقاربة خاصة، نظرة خاصة، ولكن ما يجمعنا أكبر مما يفرقنا. وهذا في حد ذاته درس، هذا في حد ذاته درس يجب أن يستحضره الأجيال المقبلة في كيف يتعاملون، كيف يتعاونون ليبنوا بلدهم وليبنوا مستقبل بلدهم. فلذلك أنا سعيد أني كنت أيضا صحفيا أو شبه صحفي، ماشي صحفي محترف، ماشي محترف بمعنى، ولكن مارست الصحافة كهواية. سنة 94 لما تأسس المعهد، 94 تأسس، أنا كنت من المؤسسين لمجلة الفرقان هنا في الدار البيضاء، هنا في الدار البيضاء في الوقت اللي كنا كنديروا بلا طابل ليمينوز الطاولة الضوئية، كنا كنصوبوا بالبرومير، كنا كنطبعوا كنجيبوه به كنصوبوا لا ميزون باج، كنصوبوا تصميم الصفحات. وكان في بيتي كيجيو عندي الناس اللي كيخدموا معايا واحد ثلاثة ولا أربعة، كنخدموا مجموعين فكنصوبوا، كنسبقوا الليل كامل وحنا كنصوبوا في هذوك المقالات، كنرتبوها كنقطعوا نرتبوا نديروا، وعندنا واحد اللي كيكتب العناوين وكنديروا العناوين الى اخره، باش في الاخير نديهم للمطبعه كينخرج المجله مجله الفرقان. وكنت رئيس التحرير لبضع سنوات، 6 سنين، ثم مدير مسؤول لمده 13 سنه حتى 2003، عاد تخليت عن الاداره الى اخره لما دخلت البرلمان ولا عندنا مشاغل اخرى في السياسه. فقد اشتغلت وكتبت افتتاحيتها طويلا، و وطبعا الحال كتبت في صحافة، في صحافة أخرى وفي مجلة أخرى، ولكن هذه المجلة التجربة كانت تجربة ممتعة جدا، ممتعة جدا. فإحنا كنشاركوا في بعض الأمور، نشتركوا في بعض الأمور، فكنت صحفيا أيضا. أنا الفكرة الأساسية التي أريد أن أركز عليها، وكنشكر الإخوان اللي تدخلوا قبل مني وشاروا لها، وهو أن لكل مهنة أخلاقيات نيتيك. واليوم من بين الأمور التي برزت منذ بضعة عقود محدودة، 30 سنة 40 سنة تقريبا، وفرضت نفسها في جميع المهن وفي جميع التخصصات، هي الأخلاقيات، على أساس أنه لا يمكن أن نمارس مهنة بنجاح إلا إذا التزمنا بأخلاقيات هذه المهنة. في المال هناك أخلاقيات، في الاقتصاد هناك أخلاقيات، في الطب هناك أخلاقيات، في الصحافة هناك أخلاقيات، هناك المشترك، الأساس كله في الأخلاقيات مشترك، في كرامة الإنسان، احترام الآخر، الصدق، عدم اختلاق الأكاذيب وغيرها. هناك أسس، هذه مبادئ أخلاقية ولكن كتبنا عليها ليتيك. أنا دائما كنقول كاين لا مورال وكاين ليتيك. المورال هي المبادئ الأخلاقية، والإتيك هي القواعد الأخلاقية. أنا كنترجمها، وأنا بالمناسبة كنت عضو ولا زال عضو من سنة 1999 في لجنة الأخلاقيات في المجال الطبي الحيوي التابع لكلية الطب في الدار البيضاء. اشتغلت مع عدد من الأساتذة، استفدنا منهم كثير في مجال الأخلاقيات الطبية،
والطبية الحيوية بالخصوص كل هو ما يرتبط بالإنسان كإنسان حيوي. ولذلك هذه اللجنة هذه كنا ندوزوا فيها جميع الأدوية الجديدة اللي غادي تدخل السوق في المغرب، كدار فيها دراسات. هذيك الدراسة خص ضروري تكون إلا بغينا نقولوا تكون الإذن ديال لجنة الأخلاقيات، ديال لجنة الأخلاقيات الطبية. ولذلك كدرس البروتوكول دو ريشيرش، كدرس هذاك البروتوكول ديال البحث المنهجية، واش كتلتزم بحقوق ديال المواطن اللي هو كيشارك في هذاك البحث، من حيث اولا يكون عنده الموافقه المتبصره، لو كونسونتمون اكليري، الموافقه المتبصره، احترام الخصوصيه ديالو، احترام السريه ديال المعلومات ديالو، احترام عدد من المبادئ والقواعد التي يجب الالتزام بها. فلذلك اريد ان اؤكد، وبدون اخلاقيات بالمناسبه هذه الفكره مهمه جدا جوهريه، تفسد حياه الناس. اليوم الى هزيت جريده وكنقرا واحد الخبر وكيعطيني تفاصيل وفلان طلع وهبط وكيعطيني ارقام، الا كنت غادي نشك في كل حاجه قريتها الصحافة نبقى عندها معنى. خص نكون انا خديت جريده ولا مجله كنقرا، عندي ثقه على ان داك الشيء اللي كيقول من المعلومات، خلي الراي حر، ولكن المعلومات خص تكون مضبوطه على انها صحيحه ومضبوطه. الا ما عنديش ثقه ما بقاش نشري هذيك الجريده، ما بقاش ندخل لهذاك الموقع، ما بقاش نسمع محاضر عندما يلقي كلاما، لان كنعرف بان داك الشيء اللي كيقول ماشي مبني على اساس، يمكن ان يقول اي شيء. فلذلك هذا الاساس الاخلاقي اساسي مهم جدا. الا مشيتي عند مول الحانوت وبغيتي تشري شي ماده معينه وهي مغلفه، الا قال لك انا نعطي الحليب ولكن فيه جافيل، ما بقيتش غادي تمشي عنده. سي الا عطاني الحليب نعرف بان عطاني حليب، الا باع لي شي حاجه نعرف بانها مثلا مبنيه على واحد الاساسيات ديال الجوده، كاينه واحد الجوده، وانا داكشي ماشي مضر للصحه من الاخر. الا ما كانش هذا الشيء ما يمكنش باقي نمشي نشري، كان غير نخاف نشري شي حاجه ويدير لي تسمم ودير لي امراض ويضرني، معنى اللي كتفسد حياه الناس عندما لا يكون واحد الاساس اخلاقي ضروري في المعاملات. وايضا الا مشيتي تشري تلفازه ولا تشري ريفريجيدير ولا تشري الى اخره، كتشريه وكتخلص وكديه لدارك باش يخدم لك، اما باش تشوفوا راه شاعل البوله عنده وتجيبوا حتى للدار وما يخدمش، كنوليو في واحد العبث في المعاملات. هذه هي الاخلاقيات. الاخلاقيات تجعل المعاملات بين الناس فيها حد معقول من الثقه، حد معقول من التشارك، من الى بغينا نقولوا الثقه، من الثقه، الثقه فيما يعطي الاخر، الثقه في ان داكشي اللي كيقول لك صحيح. فلذلك اريد ان اوصي الصحفيين والصحفيات الجدد المتخرجين، هذا هو الاساس في الحياه، هذا هو الاساس. راه ما نظنوش بانه الى درنا شي اساليب للاستهواء ولكن غير الاخلاقيه راه حنا غادي نربحوا، يمكن كان نربحوا على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل نخسر نخسر نخسر. هذه هي القاعده الجوهريه. انا كررت طولت في هذه الفكره هذه لانه درس لا شك ان هذا درس لكم في المعهد، قيل طولا وعرضا، عاونا تكررتوه ثاني باش يكون هو اخر شيء يعلق في اذهانكم. نتمنى لكم كل الخير، ونتمنى المدرسة، نتمنى المدرسة كل مستقبل زاهر إن شاء الله. من بين الأمور اللي كنعاني منها اليوم، وجميع العالم كيغوت عليها، هو الأخبار الزائفة، الفيك نيوز. غتشوفوا المسؤولين في دول العالم غادي تشوفوا سياسيين في دول متقدمة شحال من مرة كيبداو يتقلقوا ولا كيبداو يغضبوا ولا كيبداو يطالبوا ولا كيبداو يحتجوا على واحد الأمور بدات كتنتشر اللي هي هذه الأخبار الزائفة، لأنها تسمم الأجواء، لا تترك الأمور طبيعية وعادية. فلذلك
خصنا احنا جميعا نكونوا متضامنين ومتعاونين باش نحرصوا هذه الظاهرة. صحيح انه الصحفي اليوم ماشي بحال الصحفي امس. الامس الصحفي كان اساسا كيبني على الكتابة وعلى النشر في جريدة او في مجلة، وربما روبورتاج تلفزي، برنامج اذاعي. اليوم مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت دخل الميدان، فقلب توجه ديال الصحافة رأسا على عقب، ودخل فيها واحد المعايير ومعطيات جديدة واعطاها آفاق أرحب. صحيح هو اليوم الحمد لله الجميع يمكن أن يصير إلى المعلومة، الجميع يمكن أن يصير إلى المعلومة وبسهولة بنقرة زر يصير إلى المعلومة، ولكن أيضا هناك خطر أنه إذا نقرت الزر كتجيب لك معلومات زائفة، أخبار زائفة، هذا أيضا خطر. ونحتاج نحن تكون عندنا احنا الوعي، يكون عندنا الوعي، تكون عندنا الفطنة، القدرة على التمييز، القدرة على أن لا نقبل أي خبر ولكن نتثبت تثبت من الخبر، التبين. وأنا واحد القضية مع الأسف يعني كتبقى فيا، وهي أنه في الوقت اللي عندنا القدرة على الوصول إلى المعلومة بكثافة وبسرعة تنتشر الأخبار الزائفة. علاش؟ لأن كأن هذه الكثرة ديال المعلومات عطتنا واحد الكسل فكري، لا نبحث عن مصدر المعلومة، لا نبحث عن مصداقية المعلومة وصدقيتها، وإلا عندنا عدد من المواقع هي المصدر الأساسي للمعلومة في ميدان معين، يمكن أنا نبحث ونمشي، ولكن الناس حتى هذاك البحث ولا عندنا الكسل ديال البحث. ماشي عندكم نتوما، دابا كندوي على الجيل ديالي أنا. الكسل في البحث عن المعلومة. وأنا يؤسفني أن كنقرأ أحيانا في الصحافة وفي بعض المواقع شي معلومة مقلوبة، مع أنه هذاك الصحفي اللي كتب كان ممكن بزرة يرجع للأصل ديال المعلومة، إلى مرسوم نشر أو إلى قانون صدق عليه أو إلى خبر أصلي أو إلى تصريح المسؤول المعني إلى آخره، كأنه هو كياخذ داكشي بسهولة وكيروجو، لأن المهم هو غير الترويج. فلذلك نتمنى ما تكونوش انتم هكا، ولكن انا على يقين بانكم انتم لستم بهذا المثال، وانما المثال الجيد ان شاء الله. ياك مره اخرى شكرا جزيلا لسيد مدير المؤسسه على اختياري للحضور، انا سعيد جدا وكنتمنى لكم كل توفيق ان شاء الله وكل مستقبل ظاهر لهذه المؤسسه، لهذا المعهد العالي للصحافة والإعلام، ولكن أيضا لجميع الذين يشتغلون في الصحافة والإعلام ولمختلف المدارس الأخرى ديال التكوين في هذا المجال. وتحية مرة أخرى نختم بها للآباء والأمهات اللي حاضرين معنا، وهنيئا هنيئا لكم أنتم قبل أن أهنئ هؤلاء الطلبة، لأن فعلا الآب والأم هما اللي دوزوا مراحل ديال المشقة والمتابعة وأحيانا القلق والترقب إلى آخره، فأنتم وصلتم الحمد لله النتيجة، فهنيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.